خصوصا سمعنا انه في مشاكل كثير بينك وبين امل قطامي، ممكن تحكي لنا شو القصه؟ مرحبا، كيفكم يا جماعه؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم الفيديو مع بشرى. اهلا وسهلا. كلنا بنعرف بشرى عواد، ان كانت بقناه كراميش تغني من الطفولة واستمرت معهم لمدة سنوات طويلة. فيديو كتير مميز، حوجه لها أسئلة كتير حلوة. هحكي لكم قصة يا جماعة صارت مع بشرى بالبداية، قبل الأسئلة والأجوبة وقبل ما نعرف عنها شغلات كتير. ليش اختفت من قناة كراميش؟ شو صار معها بالضبط؟ إذا صار معها مشاكل؟ ما صار معها مشاكل؟ كل هذا الحكي رح نعرفه بهذا الفيديو. وكمان بشرى يا جماعة تهكرت صفحاتها على انستغرام ويوتيوب آخر فترة. بس قبل يا جماعة ما نبدأ هذا الفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب للقناة، اشتركوا بقناتي زادة واشتركوا كمان بقناة بشرى، حترك لكم اياها بصندوق الوصف تحت. ما تنسوا تضيفوني على مواقع التواصل الاجتماعي، روابط تحت صندوق الوصف كل اشي. بسم الله، يلا نبدأ. طيب يا جماعة، اول اشي خلونا نتعرف على بشرى. بشرى، شو رأيك تعرفي لنا عن حالك، تحكي لهم مين انتي وتذكرهم فيكي؟ اول شيء اسمه بشرى عواد. سابقاً وأنا صغيرة كنت بقناة كراميش للأطفال، كنت بنشد، بعدين اتجهت لمجال الإعلام تقديم البرامج. حالياً عمري 20 سنة لأني مواليد 20/4/2000. حالياً أنا صانعة محتوى على السوشيال ميديا وعندي شانل على اليوتيوب. بس نحكي لهم عشان يتذكروا الناس اللي مش متذكرين، بنحكي لهم ايش في اغنيه كثير مشهوره لك كانت على قناه كراميش، عشان مش عارفك يعرفك. في كان الغشاش، بياعين السمسم. طبعا هلا مش عرفتنا هيك بشكل مبسط عن حالها، بس لازم نعرف شو القصه اللي صارت معها بصراحه. يعني اخر فتره صارت مع بشرى شغله صراحه ضايقتني كثير، ضايقتنا كلنا، فخلونا نعرف القصه. اوكي بشرى، بالفترة الماضية بعتت للإنستغرام عشان توثيق الأكاونت، الإيميل اللي بتبعتوه عادي. فاللي بعرفه أنا إنه بعد تقريباً 2-3 أسابيع بيوصلني إيميل عشان أكمل إجراءات توثيق الأكاونت. فيعني عادي إنه توثيق أكاونت إشي عادي. صادفت إنه بعد 3 أسابيع بالضبط وصلني إيميل بحكي لي إنه بدنا نكمل إجراءات توثيق الحساب. فابعت لنا اليوزر نيم والباسورد والايميل، ورحت انا كتبتهم كلهم انستغرام، فكتبتهم انستغرام لانه فعليا كان صوره الانستغرام، كان حتى الفورم رسمي كثير، ايميل رسمي. فرحت انا كتبت كل شيء وبعته ايميل. بالصدفه شو صار بعدها؟ بفتح الستوري عند بشرى على الانستغرام، بشوف انه اليوزر نيم الاسم متغير، ومستحيل بشرى تغير اسم من اسمها لاسم اشي تاني ما له دخل فيها. فانا حسيت انه في هاكر، فانا شو عملت؟ بعثت لها فورا رساله على انستغرام انه بشرى ليش مغيره اليوزر نيم تبعك؟ ايش في؟ صاير معك اشي؟ كانه في هاكر او اشي. فبشرى ما شافت الرساله اصلا، فانا شو عملت؟ رنيت عليها تليفون فورا، بعثت لها مسج انه بشرى كذا كذا كذا. بشرى وقتها بعثت لي انه انا هيني عم بشوف الموضوع، حسيت انه في اشي غير. فانا فجاه كنت فاتحه الانستغرام وفجاه طفى، فرحت اشوف على وصلنا ما احنا على الايميل دايركت انه في مثلا صار اختراق، صار كذا، وصلنا انه صار اختراق من تليفون كذا من الدولة كذا. فانا فت اعمل انه لا هذا مو انا، فجأة طفى الايميل. ليه؟ لانه هي معطيته كلمة السر تبعت الايميل كمان. لا انا تبعت كل شيء، فكرة انه انستغرام. بالضبط. بس يا جماعة شو الحكمة انه نحكي لكم هاي القصة؟ اول شيء عشان تعرفوا انه بشرى قناتها تهكرت، انستغرامها تهكر الاصلي، هلا عملت انستغرام جديد، قناة يوتيوب جديدة. الحكمة الثانية انه كل حدا مشهور بتابعني، يوتيوبرز او نجوم او شو ما كان، عنده اكونتات على الفيسبوك او الانستغرام او على اليوتيوب، في رسالة عم توصل للجميع حاليا باسم انستغرام على اساس انه انستغرام رساله رسميه، هاي الرساله ظاهرها رسمي ولكن باطنها هاكر، بهكر حساباتكم انتبهوا. فبشرى وقعت في هذا الفخ للاسف، وعله خير وانا ان شاء الله رح ادعمها، وانتم اكيد رح تدعموها بحساباتها وترجعوها توصل عدد كبير ان شاء الله، وبعرف انكم قدها، احنا بنحب بشورة واكيد انتم بتحبوني وما رح تقصروا بهذا الشيء. شكرا، ثقتي فيكم كبيره. وهلا يا جماعه رح اسال بشرى اسئله كثير حماس وكثير نار زي ما شفتوا بالفيديو، رح نعرف عنها شغلات كثير وتفاصيل كثير ما عرفناها قبل هيك. مستعده للاسئله؟ مستعده للاسئله. زي ما عرفتوا يا جماعه انه بشرى كانت بقناه كراميش وكبرت
وفجأة تركت القناة، ما عرفنا شو السبب، بس سمعنا انه في كثير مشاكل صارت معها، خصوصا سمعنا انه في مشاكل كثير بينك وبين امل قطامي، كثير انتشر وكثير الناس بتحكي فيه. طبعا انا ما عندي اي فكره عن الموضوع صراحه، بس كنت هيك ببعبش وبدور ما الاقي شيء، لقيت انه الناس كلها هيك كل فتره تعلق انه في مشاكل بين امل وبشرى، مشاكل بين امل وبشرى. ممكن تحكي لنا شو القصه؟ احكي لكم باختصار من اكثر الاشياء اللي بتجيني. شو الخلاف اللي بينك وبين امل؟ اتصالحتي انت وامل؟ انت وامل لساتكم على خلاف؟ كثير بتوصل هاي الكومنتات. عشان اكون صريحه جدا، حاليا انا وامل ما في بيناتنا شيء حرفيا، يعني بس اشاعات انه في خلاف بينكم، فعليا ما في شيء. ودليل انه فعليا ما في شيء، شفنا بعض اخر فتره بخطبه ملاك الطرايا، وكان الموضوع كتير عادي، وزينب شافتنا وانا اصلا ما حسيت انه في خلاف. بس متى انتبهت لما نزلت فطوم اختي فيديو على قناتها انه كل النجوم اجتمعنا بحفله خطبه ملاك، اشي زي هيك. التعليقات كلها ايه مشاكل شكلها انحلت بين بشرى وامل، الخلافات راحت، بطل في مشاكل الحمد لله، صار يوصلني مسجات بالهبل. طب ايش في يا جماعه؟ اي مشاكل؟ طب شخصين بينهم مشاكل، الطبيعي ما يسلموا على بعض يعني، ولا انهم يطلعوا بعض. صدق اشي ما كان يعني. صح. صراحة حاليا احنا علاقتنا مش زي زمان، بس السبب انه حاليا كل حد فينا بحياته، كل حد فينا بجامعة، عنده تخصصه، عنده اشغاله، عنده تصوير، عنده حاليا كل حدا فينا مشغول بحياته، فعلاقتنا مش زي زمان لما كنا بكراميش نلتقي كتير، نشوف بعض كتير. بس هذا السبب يعني، يمكن انه ما نشوف بعض كتير او ما نلتقي. بالضبط بالضبط. فما تكبروا المواضيع يا جماعة ببساطة يعني. ما تشعلوا الاشاعات والفتنة بين الصبايا، كانوا مع بعض وهم مثل الاخوه ورح يضلوا مثل الاخوه ان شاء الله دائما. السؤال الثاني اللي بيسالوه كل الناس، وانا صراحه كنت منهم، انه بشرى طلعتي فجاه من قناه كراميش، ليه؟ شو اللي صار معك بالضبط؟ اللي صار انه اكثر من مره سالت هذا السؤال، انه انت ليش طلعتي من كراميش؟ بسبب خلافات؟ بسبب مشاكل؟ وكنت دائما اجاوب نفس السؤال، دائما كنت احكي لهم الاشياء في حياتنا مراحل بتنتهي. صح. يعني ممكن اترك مكان لانه مرحلتي فيه انتهت، فخلص صار وقت اني اتركه. فمثلا كراميش يعني منطقيا هي للاطفال فعليا، وانا وصلت سن انه احنا بعمر الشباب، فصرت احس انه المكان مش مناسب شوي لعمري، فبالتالي تركت المكان بكل ود وحب، ولساتني محتفظه بكل حب لإلهم، وانتهى الاشي بطريقه جدا لطيفه وسلسه، وانا حسيت انه يعني وقتي هون خلص، في مرحلة جديدة لازم أبلش فيها. وأنا لحد الآن شاكرة لكراميش بكل تفصيلة يعني بحياتي، عشت معهم لحظات كتير كبيرة وسعيدة، ولو مليون سنة ما رح أنساها الحمد لله. فبس هذا هو السبب يعني. طيب يا بشرى، لو نعرض عليك، خايفة لو نعرض عليك من إدارة قناة كراميش إنه بشرى في عنا برنامج بدنا تيجي تقدمي، هل عندك مشكلة تطلعي على قناة كراميش مرة أخرى، تعودي إلى نفس المكان اللي تربيتي فيه بالطفولة وتقدمي برنامج فيها؟ لا، ما عندك مشكلة. ما عندي مشكلة بالمكان، رح يكون المحدد محتوى البرنامج. نعم. يعني مثلا إذا كان محتوى برنامج بيناسبني وأنا راضي عنه، أكيد حقدمه. الفكرة مش بالمكان كراميش أو أي مكان تاني، الفكرة بشو حتقدم. طيب يا بشرى، هذا السؤال نار. بشرى، لما تركتي قناة كراميش أثرتي نفسيا؟ أكيد. شو اللي صار معك؟ شوفوا يعني تأثرت أكثر ما أي حد بتخيل، إنه بس يعني إنه زعلت، لا تأثرت إنه لدرجة إني بكيت، ومش بسبب إنه مش دموع زعل، دموع إنه هذا ما كان بيعز عليه، عشت فيه لحظات كتير حلوة وتركته، زيه زي أي مكان بالدنيا إحنا بنتركه للحظة. لما كلنا تركنا المدرسة مثلاً بآخر يوم كلنا تأثرنا أعتقد، وكلنا عيطنا، مش لإنه تركنا هذا المكان بسبب خلاف، بس لأنه هذا مكان بعز علينا. نعم. فلما تركنا تأثرنا كتير، لأنه مكان كبرت فيه من أنا وصغيرة، الناس اللي فيه كانوا أكثر من عائلة، فطبيعي إني أتأثر يومها وأعيط وأتدمر، بس مش بسبب خلاف أو غير. حسيتي إنك انظلمتي بقناة كراميش؟ لا لا. هلأ شوفي، بهذا المجال إلا يصير فيه مرات ظلم بناحية ما، بتصوير، بكليب. نعم. كذا، بس انا لا، الحمد لله الحمد لله. لا الحمد لله الحمد لله. طيب بشرى، شو رايك بموضوع الارتباط بهذا العمر؟ شوفي، هذا الموضوع
ما عندي كثير على تحفظات، يعني ما عندي مثلا احكي انه هذا سن مناسب مثلا انه الانسان يرتبط، لانه بحس بالنهايه فكره الارتباط تعتمد على التقاء شخصين مناسبين، يعني التقاء روحان، التقاء شخصين مناسبين عن جد لبعضهم. هي الفكره يا جماعه مش بالعمر، هي الفكره بالزبط. المهم انه فوق ال 20 يكون في عنده نضوج، واهم شيء انه الشخصين يكونوا مناسبين لبعض بكل النواحي. كنا نسمع زمان انه في غيرة كتير بين بنات قناة كراميش، هل هذا الحكي مزبوط؟ لا، انتي وامل، انتي وحنان، انتي وسجع، لا لا ابدا. كنا اطفال يعني وبنسافر سوا وعلاقتنا جدا قريبة، بالعكس يعني ما كنت احس انه هاي الاشياء يعني موجودة بين هيك علاقات. احنا فعليا عائلة، كنا نسافر سوا طول اليوم بغرف بعض، يعني انا مثلا كنت على طول اضل بغرفه سجا وزوجتي يجي عندي، فكثير كنا يعني اقرب من انه موضوع غيره وحدا عمل وحد سوى. الان طيب بشرى، حسيتي حالك عشتي مرحله الطفوله مثل كل الاطفال؟ لا. ليه؟ شوفي، مو بس انا، اي حدا كان بمجال الاعلام وهو صغير حس بهذا الشيء. صح، لانه انت مجربه، فطوم مجربه. انا لا، انا عكبر شوي، فطوم مجربه اعتقد. كان يعني طبيعه الشيء اللي بنعمله بحد علينا انه ما نتحرك مثلا حتى حركه طبيعيه زي كل الاطفال. صح، لو مثلا انا ما كنت اقدر وانا صغيره اروح على ملاهي والعب براحتي، لانه كانت في ناس تعرفك او ممكن اطول معك، فكان في شويه تقيد، فكنت احس انه هاي الاشياء خلتنا نعيش طفوله مش زي كل الاطفال، كانوا كثير مرتاحين. طيب يا بشرى، زينب شو بتعني لك؟ انا شو بعني لك؟ هل بعني لك شيء معين؟ شوفي احكي لك شيء، انا عشان احكي لكم احنا كيف تكونت علاقتنا. كنا بالاول نعرف بعض كبس ناس يعني بنفس المجال، انه اي حدا مثلا بتطوير الجنه وكانت بمحبوبه بس، وهي فطوم، بس ما كانت بيناتنا اي علاقه قويه ابدا، كنا نلتقى نسلم مع بعض عادي عادي، سلام عادي، فاهمين؟ من سنه تقريبا تواصلنا تليفون وحكينا. صح، حكينا حكينا زي كانك ساعتين بساعتين، زي كانه نعرف بعض، مع صديق الي بعرفه 10 سنين. صح، فكان الاشي غريب انه يعني حدا اول مره بتحكي معاه مكالمه تليفون وتحكي معاه بكل هاي الاريحيه، حسينا انه في اشياء بناتنا مشتركه كثير. صح، فبعدين رتبنا انه نطلع، هذا الحكي قبل شوي فتره، بس طلعنا معاهم انا وسدين اختي، طلعنا مع فطوم وزينه، كنت سعيده انهم صاروا عن جد بقدر احكي انه هدول اصدقاء حبيبي. بعيدا عن السوشيال ميديا، حرفيا بعيدا عن السوشيال ميديا والتصوير، وهاي هم عن جد اصدقاء، احنا ورا الكاميرا اصدقاء كثير يعني، كثير عن جد الحمد لله يعني. الحمد لله، وانا والله بتشرف بهاي الصداقه. حبيبتي بشرى، جنن بشرى شخصيات كثير اموره، عن جد كثير رائعه وعندها محتوى وعندها هدف. والله انت كمان لما ما تكون تعرف ترد على الكلام، والله انت كمان. اخر شيء نختم يا بشرى بموقف مضحك صار معك بالجامعه. اول الجامعه انا ما كنت متعوده اروح مواصلات لحالي، كان كل مشوار بروحه بابا بيوديني وبابا بيروح. زينب بتعرف القصه عشان هيك تضحك. فانا كنت راكبه بالباص، والباص مسرع سريع، والباص سريع كثير، وبعدين اكتشفت انه هدول باصات الجامعه طبيعي يكونوا سريعين. المهم يومها خفت وحكيت له نزلني، ونزلت بنص الشارع، حرفيا نزلت بنص الشارع، ورنت على بابا بحكي له بابا انا نزلت بنص الشارع وعيط وحد حاله، ولا حتى بعرف المكان ولا المنطقه انا بعرفها. وبابا يحكي لي كيف بتنزلي من الباص؟ كيف مش عارف شو؟ انا انه فاهم، انا مستني انه بابا ينقذني، بدي احكي له السبب، مش عارفه شو السبب. ما في اي سبب، مسرع الباص، مسرع مسرع وانا خايفه. بابا فصل التليفون، فرق ماما رنت، هادي ماما اسمعي اي باص بمر احكي له عمو انت بتروح على المنطقه الفلانيه، اذا حكى لك اب تركبي معه. تركبي معه، فعليا ركبت، فكانت من المواقف المضحكه جدا صراحه. قبل ما نختم هذا الفيديو يا جماعه، في هلا فيديو رح ينزل على قناه فطوم اختي مع بشرى، رائع رده فعلها مع اغانيهم الصغار، وانا حكون معهم كمان وحنضحك ونحسش كثير، فاحضروا الفيديو، ما تنسوا تحضروه. روحوا على قناه فطوم اختي احضروه، وضيفوا بشرى على قناتها، حترك لكم اياها بصندوق الوصف. ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي، ضيفوني على مواقع التواصل الاجتماعي، حتلاقوا روابط صفحاتي بصندوق الوصف. بحبكم كثير، مع السلامه. من انا
انا وصغيره لعمر يعني مش قليل فيه ضحك فيه فطوم قاعده ماسكه عادي ضحك تقلب تقلبيني معك بقدرش احكي عن فيديو اني ندمانه عليه بس في اشياء لو رجع فيه الزمن ما بختارها ما بتختاري مش لانها كانت يعني اقل مثلا من المستوى طيب بشرى شو رايك بموضوع الارتباط بهذا العمر لا ان شاء الله بشرى شو رايك بموضوع اول ولا الشيطان الرجيم انا بالنهايه متحدين فين؟ تذكري أحزن إيش صار؟